دلوقتي انت راجل دماغ، واضح جدا انك دماغ، والدماغ بتشتغل بشكل يروح للعملي، يعني عمرك ما هتقف تسبسب وتتصور انا لا لا خالص، بتاع عايز يشتغل عايز يعمل فكر وبعدين ينفذه بايده قوي. ده حقيقي. شايف الدنيا جايه يعني معاك، عايز تمشي في اي طريق، عايز تعمل ايه؟ دي موضوع صعب فعلا، انا عمال افكر فيه الفتره اللي يعني انا بقول لك الفيلم اللي ان شاء الله المفروض ينزل في قريب ده، هو فيلم رومانتك كوميدي ومعايا فيه برضه علي ربيع ويسرى اللوزي وانتوا مسرح مصر ومصطفى خاطر وكده، فده سكته كوميدي اكتر ورومانتك شويه، بس هي الخطوه اللي جايه برضه هي ما تبقاش عارف انت هتمشي في انهي سكه، انت مش عارف ايه اللي ممكن يتعرض عليك. وبعدين انا عارف انا كمؤلف انا عارف ان انا عندي تقصير كبير ان انا مش شغال كتير كمؤلف وبودي ورق والكلام ده كله، احنا عندنا ازمه في الورق كبير ودي معروفه طبعا، ففكره السكه اللي هتمشي فيها دي هل هيتعرض عليك ورق فهتختار بين احسن سيناريو معروض عليك ايا كانت السكه ايه، ولا هتختار سكه معينه فهتضطر تنقي منها، ولا هتكتب لنفسك؟ فهي دي مرحله هستناها بعد ما ينزل الفيلم نشوف عملنا ايه. طيب هل في الفكر انك انت تعمل دويتو انت واحمد؟ والله اقول لك على حاجه، احنا كان في مشروع احتمال كنا نعمله مع بعض كان تاليفي وتاجل هو كان هيسيبك كده يقعد يقول كلامك وما يقولش كلامه؟ لا ما عندناش الكلام، ما تقلقيش خالص، ما فيش المشاكل دي، لا ما فيش خالص خالص. بس ممكن، لا يعني احنا نفسنا نعملها جدا، يعني نفسنا نعملها بس ممكن مش السنه دي لان هو داخل فيلم وانا داخل برضو الفيلم، فاعتقد ممكن تبقى مرحله يعني، بس ان شاء الله هتيجي باذن الله يعني. طب قول لي تجربتك في سكر مر وفي حاله عشق. أوكي. حاله عشق دي هي اللي جابت لك اوسم غالبا. هي حاله عشق. سكر مر التجربه كانت ازاي؟ سكر مر ده بالنسبه لي فيلم اتعرض عليا عن طريق محمد عبد المعطي المؤلف، وقال لي قلت له لما قريته قلت له الفيلم ده صعب جدا على فكره تنفيذه ومحتاج مخرج تقيل يعني. قال لي هاني خليفه، قلت له انا مضيت، لان طبعا هاني خليفه كان راجع بعد 12 سنه مع عمل سهر الليالي. ففكرة ان هو يختار ناس من الجيل ده يعملوا معاه الفيلم فدي لوحدها في السي في بتاعك بتبقى لطيفة جدا طبعا. فاشتغلت معاه طبعا، الموضوع كان على قد ما هو ممتع على قد ما هو مرهق، لان هو في حاجة في دماغه وعايز ينفذها، فتلاقيه ممكن تعيد الشوت كم مرة مش عايز اقول رقم يعني، ومش متضايق منك خالص وانت تبدأ يعني انا اول شوت صورته في الفيلم ده والله العظيم قعدت كده بيني وبين نفسي قلت انا حمار ولا ايه مش عارف امثل، وعمال يعيد وبعدين بصيت حواليا كده، هو انا لو جريت وهربت دلوقتي هيعملوا ايه؟ والله فكرت امشي اهرب من الفيلم، اول شوت في الفيلم كله. بعد كده قام جاي لي قال لي ما تقلقش ما فيش حاجه وبتاع ومش عارف ايه، قعدنا مثلا في الشوت كتير جدا لحد ما بدانا نفهم بعض، واتضح انه بيعمل كده مع كل الممثلين طبعا يعني. فطبعا النتيجه طلعت كنت عامل كاركتر كمان المفروض مبتذ جدا يعني بني ادم مش تمام قوي، فكانت النتيجه اعتقد لطيفه يعني على مستوى التمثيل. وانا ينفع اقول لك اني من ساعه ما شفتك ما بفكرش غير فيكي، تتجوزيني؟ مفيش حد عرفني وقال لي كده انه عايز يتجوزني. الكلام ده ما حصلش؟ لا بيحصل. عارف بيحصل ليه؟ عشان الترخيص وزباله وشمال. حاله عيشه بقى ده كان غريب. انا قعدت عملت مسلسل اسمه حكايات بنات. وبعد حكايات بنات قعدت سنتين بيبقى عندك عنطزه نجحت، فانت بتبقى فاكر نفسك انت ما هنا يا ما هناك. كويس انك بتعترف، انا بحب طبعًا اللي بيوعى لنفسه ما هنا يا هناك، فانا برفض كل حاجه. لا 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 لا، لغايه ما وصلت لمرحله الناس كلها كانت عماله تقول لي غلط غلط، وصلت لمرحله انا هرسو ده انا غلط ولا ايه؟ مفيش حاجه بقى ايه بتتعرض على اللي مزاجك بيتعرض، بس حاجات مش مزاجك. حتى قلت ده طب انا بقى هفضل مكمل في سكتي. لحد ما جالي حاله عشق بعد ما الناس كلها دخلت رمضان، كل الناس صورت في رمضان. فلقيت شميس بيكلمني، استاذ شميس بيكلمني وبيقول لي تعالى عايزك في حاجه. قلت له انت مش دخلت؟ قال لي حصل شبه عدم توافق بينه وبين البطل بتاعه في حاجه يعني ايا كان، فحصل اعتذار. فجالي حاله عشق في ايه في شهر ثلاثه ولا اربعه، اللي هو مستحيل خلاص فاضل لكم ربع ساعه يعني على رمضان. خلاص مستحيل. فجا بقى حاله عشق، اول مشهد بمثله مع مين؟ مع الاستاذه بوسي. انا بقى داخل برضو العنطزه واخداك بينك وبين نفسك، انا لسه بخلص مع هاني خليفه ومش فارقه معايا اي حد، انا وقفت قدامها انا في وش حبيبي دائما مش عارف افتح بوقي مفيش طبعا خالص، بتقول لي اهدى مفيش حاجه اهدى مفيش حاجه بتاع مش عارف ايه. المهم رحت اتفرج على المونيتور اول مشهد خالص ورا استاذ ابراهيم فخر المخرج، هو مش شايفني لقيته قاعد كده بيعمل كده، قلت يا نهار اسود ده احنا قدامنا مسلسل كامل. العنطزه باظت يا نهار اسود. ازاي جات لك الجرأه تدخل البيت وتقولي كلام زي ده؟ ما كانش في طريقه تانيه.
انا عارف ومتاكد ان ضميرك هيقولك الصح. انت فاهم انت بتقول ايه؟ فاهم وعارف الكلام ده بالنسبه لك ايه، بس هي دي الحقيقه. انت جاي تهد الدنيا على دماغي وتقول لي اني كنت عايشه في وقت كوسي كان على علاقه مشغلتش وبنتي قتلت كوسي؟ انا مقدر مشاعرك جدا ومش جاي اهد حاجه، اعتبري كل اللي بقوله لك تشكوك. انا عايزك تتاكدي ان هو غلط. غلط؟ مش محتاج نتاكد. عشان ما شفتيش عشق، انا عارفها كويس وعارف تقدر تعمل ايه. طبعا الحمد لله، لا الدنيا كانت ماشيه بعد كده لطيف وبتاع، والراجل لطيف جدا وربنا كرم فيه. في حاجات بتبقى انت مهما عملت سيناريو لنفسك، يعني لو حضرتك بتقولي دلوقتي حاسس سكتك عامله ازاي، ممكن ارسم سكه لنفسي، بس ربنا كاتب لي سيناريو احسن من اللي انا عامله بكتير. طبعا. بكتير يعني. طبعا. طموحاتك ايه؟ هتكبر في موضوع دكتور السنان وتعمل ابحاث يعني ما لا خالص. انت عندك عمال تتطوروا، انتوا بتتطوروا بجنون. مفيش كلام ده. ايه ده؟ امال هتشتغل دقماء بس؟ احنا عندنا في الكليه في حاجه اسمها والله العظيم في حاجه اسمها قطيع، سياسه القطيع. سياسه القطيع، انا كل الناس صحابي يعني في دفعتي والدفعه الاكبر والاصغر يعني هم عارفين ان انا بتكلم ده. سياسه القطيع، كل واحد ماجستير يلا كلنا نعمل ماجستير. كل واحد دكتور يلا كلنا نعمل دكتور. انا الوحيد اللي ما عملتش ده. وكل الناس بتقول لي انت كان معاك حق، والله العظيم ولا ليها اي ثلاثه لازمه. يعني انت ممكن تبيض السنان من غير ماجستير ودكتوراه؟ ده تبييض السنان ده اسهل حاجه يا راجل. طبعا ده ولا حاجه. والناس اللي بتتركب مش عارف ايه كل البتاع، الكلام ده عادي جدا ما فيهوش اي حاجه. ايه ده؟ والله العظيم خالص. ايه النجاره؟ فكره بس في مصر هنا لما تعمل دكتوراه وماجستير بتبقى اليافطه. يعني الواحد يجي لك يسلمك الضب وتشتغل فيه وترجعه له كويس. فكرك انا هقدر اخش دلوقتي الدكتور؟ اصل احنا عندنا دكاتره، في دكاتره طبعا زي الفل ومحترمين جدا عشان ما بقاش يعني بعمم. بس في دكاتره عيني عندهم مرض نفسي شويه. ففكره ان انت تخش له الشفا ويتنطط عليك دي مش هتمشي خلاص بقى، مش تمشي معايا حتى، كانت تمشي معايا انا في طالب. فدي كانت بتعمل لي مشاكل يعني. هو دي في الماجستير برضو الدكتوراه الشفوي؟ في كل حاجه. في كل حاجة. يعني في دكاتره عايز اقول لك عيني، واحد اعرفه دخل والله العظيم دخل اتسال الطحن دكتور قام عامل له ايه في الاخر؟ ده في دكتور سقط ابنه قبل كده، انا مش هقول لك اكتر من كده، بس المهم مسك القلم والله العظيم بقى يعني قام ماسك القلم وقام سايبه. فقال له يا دكتور انا عملت ايه؟ قال له القلم حط درجتك خلاص. شفتي الافتراء؟ شفتي الافتراء؟ فتخيلي بقى في كميه دكاتره منهم كتير كده. فدلوقتي انا ما بقتش على ما اقدر، او مش دلوقتي حتى من ايام الكليه انا ما بقدرش ان حد يتكلم معايا بالاسلوب ده او بتاع، فانا على ايه من الاول؟ قدها معقوله هيعمل كده يقول لك القلم تفعيل الاوسم؟ يا نهار اسود ومنيل الاوسم. انا عارف انت نورتني. لا والله انا مبسوط بحضرتك. قعدتك تجنن. انا والله مبسوط جدا وانا بتمنى لك بجد انك تنور جدا وتعمل كل اللي نفسك فيه، لان دماغك شايلك يعني كتير فيها عايز يخرج. انا ليا الشرف والله ان انا جيت لحضرتك النهارده وانا بحبك جدا 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 والله العظيم. وانا كمان ربنا يخليك يا رب. نورتني. ميرسي جدا. ربنا يخليك.